النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، البداية دائما مع العناوين. بحضور وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني اجتماع لمجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. دورة تدريبية لمدرسي اللغة الروسية بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد العالم المسيحي. وزارة التعليم والبحث العلمي تؤكد أن رسوم الموازي تطبق على الطلاب المستجدين فقط. أهلا بكم. عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية اجتماعا بحضور وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني. تم خلاله تقديم عرض حول ما تم تنفيذه من خطة الربع الأول والثاني والثالث لعام 2023 ومناقشة خطة المركز المستقبلية للربع الرابع للعام 2023. التفاصيل في هذا التقرير. ضمن خطة تطوير التعليم والمناهج، عقد اليوم مجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية اجتماعا بحضور وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني. تم خلاله تقديم عرض حول ما تم تنفيذه من خطة الربع الأول والثاني والثالث للعام 2023 ومناقشة خطة المركز المستقبلية للربع الرابع للعام 2023. هلا نحن اليوم كان عنا بصراحة مجلس إدارة للمركز بتناول عدة نقاط. النقطة الأولى ما تم تنفيذه بالربع الأول والثاني والثالث من عام 2023، وما هي الخطة المستقبلية للربع الرابع من عام 2023. الخطة اللي نحن عم اشتغلنا عليها خلال الربع الأول والثاني والثالث هي بتتمحور بست محاور رئيسية لعمل المركز بشكل عام. كما تم التركيز على أهمية التعليم المهني وخاصة خلال فترة إعادة الإعمار، وأكد السيد الوزير أن له مكانة راقية في وزارة التربية، كما شجع على تسليط الضوء على النشاطات المقامة على أرض الواقع في المدارس المهنية والعمل على التطوير المهني. تم التركيز من قبل السيد الوزير في هذا الاجتماع على أهمية التعليم المهني ودوره في تلبية حاجات المجتمع وتلبية سوق العمل، وتم الحديث في موضوع التربية المهنية وفي موضوع تحويل المدارس المهنية إلى مراكز إنتاجية. طبعا موضوعات مشتركة بين المركزين مثل بناء بنوك الأسئلة، انعقاد ورشات العمل التي تتم سواء بوضع معايير للاختبارات. طبعا عقد ورشات عمل لبناء معايير اختبارات مادة التاريخ حاليا تمت وانتهت ويجري العمل ببناء هذه الاختبارات. موضوعات عدة طرحت في المجلس في مجال تطوير المناهج بغية تحسين عملية التعلم والارتقاء بمهارات المتعلمين وبمعايير وضع الاختبارات في كل المواد. بمشاركة خبراء من جامعة موسكو الحكومية التربوية انطلقت دورة تدريبية لمدرسي اللغة الروسية بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد العالم المسيحي. وتستهدف الدورة 100 مدرس ومدرسة وتنظم في محافظتي دمشق واللاذقية. وأكد المنسق والموجه الأول للغة الروسية في وزارة التربية أن الدورة التي تستمر 3 أشهر تهدف لتطوير مهارات المدرسين في مجال اللغة الروسية وتمكينهم. وسيحصل المتدربون في ختامها على شهادة دبلوم اختصاصي في مجال تدريس اللغة الروسية. وصلت إلى مطار القامشلي كمية 25 طن من الكتب المدرسية تم نقلها جوا من الإدارة العامة لمؤسسة المطبوعات بدمشق إلى فرع المؤسسة في محافظة الحسكة. وبين مدير فرع المطبوعات أحمد الدهش أن الكمية الواصلة إلى مطار القامشلي تتضمن استكمال النواقص في بعض الكتب لمختلف الصفوف الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث سيتم نقل هذه الكمية من مستودعات مدينة القامشلي وإيصالها إلى مدينة الحسكة ليتم توزيعها على المدارس التي يوجد فيها نقص في الكتب.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسماء أوائل الثانويات المهنية الصادرة عن وزارات الري والموارد المائية والنفط والسياحة والنقل لحملة الشهادة الثانوية المهنية لعام 2023، والمقبولين في الجامعات والمعاهد التقنية للعام الدراسي 2023-2024. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن زيادة رسوم التعليم الموازي تطبق على الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023-2024 فقط، والطلاب القدامى يستمرون على الرسوم المسجلين عليها. أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين استنفدوا سيقبلون على أحكام المادة رقم 3/100 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بمعنى أن الطالب المستنفد في المفاضلة العامة يسدد رسوم التعليم الموازي، أما الطالب المستنفد الذي كان مسجلا على التعليم الموازي فهو يسدد ضعف هذه الرسوم. أصدرت جامعة حماة أسماء الناجحين في مسابقة المعيدين لصالح مختلف كليات الجامعة. وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم أن عدد الناجحين في المسابقة بلغ 52 شخصا، بينما مبينا أنه على الناجحين مراجعة مديرية التنمية الإدارية بالجامعة لاستكمال الأوراق المطلوبة للتعيين خلال 60 يوما. وأشار الدكتور السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في مسابقة المعيدين من خلال لوحة الإعلانات في الإدارة المركزية للجامعة أو من خلال موقعها الإلكتروني. تعزيزا للعلاقة بين الأسرة والمدرسة والتي تنعكس بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية، مجلس لأولياء الأمور في مدرسة الغسانية بحي السيد علي في حلب. ضياء قدور والتفاصيل. بغية التواصل مع الأهالي بعد مرور شهر على بدء العام الدراسي، نفذت مدرسة الغسانية مجلسا لأولياء أمور تلاميذ الصفين الأول والثاني. مجالس أولياء الأمور تعقد مرتين كل سنة، ونحن بنعملها بالعادة لتفعيل قنوات التواصل بين المدرسة والأهل، مشان في صعوبات في عقبات تتجاوزها، ودائما بنحكي مثلا التأخر الصباحي، المنهج، الأهالي إذا عندهم شيء شكاوي على المعلمات أو إذا عندهم اقتراحات، عندهم أي شيء تاني ممكن ناخذه نحن من الأهالي ونستفيد منه مشان تفعيل حتى طرائق التدريس. مثلا بيشرحوا لهم إياها، بيشرحوا لهم شو عم بيعطوا لأولادهم بالبيت. تواصل المدرسة عقد مجلس أولياء الأمور على مدار الفصلين الدراسيين لتعزيز العلاقة مع الأسرة ومتابعة وضع التلاميذ دراسياً واجتماعياً. اليوم احنا اجتماع مجلس أولياء الأمور طبعا مشان تضل عملية التواصل موجودة بين الأهل والإدارة. طبعا احنا حبينا نعملها بالمدرسة، ما نعملها بمكان مجال واسع، فلهيك أنا عم بعمل كل صفين مع بعض، الأول والثاني اليوم، الأسبوع الجاي ثالث ورابع، وبنفس الأسبوع خامس سادس، حتى تتم التواصل مع الأنساد ويشوفوا إيش طلبات الأهالي مع المعلمة اللي عم بتدرس أولادهم. اجتماع أولياء الأمور بهتم ببنتي، بشوف مستواها الدراسي، بشوف أنستها مديرتها، بشوف مدرستها وضع المدرسة كيف. الحمد لله كويسة. وعلى التوازي تتابع المعلمات تنفيذ الخطة الدرسية المقررة بما يضمن حسن سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. وفي محافظة حمص، نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تحت عنوان بناء قدرات حول المساواة القائمة على النوع الاجتماعي. تم خلال الورشة تقديم عرض تعريفي حول المؤتمرات الدولية للمرأة والتعريف بمفهوم المرأة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ضرورة تعديل الذهنية الاجتماعية المتوارثة السائدة والخاطئة بهدف تعزيز مكانة المرأة وسيادة القانون. وجرى التأكيد على أن سوريا تعد من الدول السباقة لتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وفقا للقوانين والتشريعات والدستور. نتابع معنا النشرة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. مجلس الوزراء يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الصيني.
مصرف سوريا المركزي يعمم شروحات بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية. أكد مجلس الوزراء على اتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة من كل وزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الصين مؤخرا، والتي تتضمن التعاون الاقتصادي والفني والتنمية الاقتصادية وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، مشددا على أهمية وضع الاتفاقيات بالتنفيذ وترجمتها على أرض الواقع بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية خطة تسويق محصول الحمضيات المقدر بنحو 825 ألف طن لهذا الموسم، وطلب من الجهات المعنية المتابعة المباشرة على أرض الواقع وتأمين مستلزمات عملية التسويق من آليات ومحروقات، ووافق على منح سلفة مالية للسورية للتجارة لاستجار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج وطرح في صالاتها بالمحافظات بأسعار مناسبة بما يحقق عائدات مجزية للفلاحين، وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بتصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية. أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية. وبيّن مصرف سوريا المركزي أنه يتوجب على كل مستورد صرح بموجب بيانه الجمركي عن إضافة اختيارية أو إضافة أجور الشحن أو التأمين أو غيرها من النفقات التي تدفع بالقطع الأجنبي، أو في حال تحققت لدى الجمارك مخالفة بالقيمة أو الوزن وتم تنظيم مذكرة قضية بقيمة المخالفة فأدت جميعها إلى زيادة القيمة أكثر من 10% من قيمة الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، أن يقوم بمراجعة فرع المصرف المركزي ليقدم الوثائق التي تثبت قيامه بتحويل الجزء الزائد عن نسبة 10% من قيمة الفاتورة، وليتمكن من الحصول على موافقة خطية للسماح له بتخليص هذه البضاعة. أكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر أن الوزارة تتبع معايير لتحديد موعد قطاف الزيتون في كل منطقة للحصول على زيت زيتون يتمتع بجودة عالية وفترة تخزين أطول. أوضحت جوهر أنه عمليا يتم جني ثمار الزيتون عندما يتحول 70 إلى 75 منها إلى اللون البنفسجي بالإضافة للطقس المناسب، وأنه عند البدء بقطاف الزيتون تتم مراعاة صنف الزيتون حيث تتباين الأصناف فيما بينها من حيث موعد النضج. باشرت مديرية زراعة حماة عمليات مكافحة آفة فأر الحقل التي ألحقت أضرارا بالمواسم الزراعية العام الماضي في عموم الريف الجنوبي للمحافظة، على أن تستمر عمليات مكافحتها حتى شباط 2024. وأكد مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن المديرية استنفرت بكل إمكانياتها من آليات زراعية كجرارات أو بلدوزرات، وخصصت فرقا زراعية جوالة من 7 إرشاديات لمتابعة عمليات المكافحة، مبينا أن الخطة تبدأ بالمكافحة الميكانيكية عن طريق حراثة الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تبلغ 2500 دونم، وتم اختيار نقاط المكافحة من قبل اختصاصيين من دائرة الوقاية وتحديد المناطق الحمراء الأشد ضررا. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير كوتش. مساء الخير ماهر. تفضل. مشاهدينا جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. خسر نادي الاتحاد أهلي حلب السوري بهدفين مقابل لا شيء أمام فريق الكهرباء العراقي في المباراة التي جرت بينهما بملعب مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الأسيوي.
ونجح نجم شوان من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 80، وأضاف الغاني دينيس بيتسون الهدف الثاني في الدقيقة 4 من الوقت الإضافي بالشوط الثاني. وبهذا الانتصار وصل فريق الكهرباء إلى صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الكويت الكويتي الفائز على الوحدات الأردني بهدفين لهدف، فيما بقي أهل حلب في قاع الترتيب دون نقاط من هزيمتين مع الوحدات الأردني والكهرباء العراقي. ويلعب الاتحاد أهل حلب في الجولة الثالثة أمام الكويت الكويتي، فيما يواجه الكهرباء في مباراته المقبلة الوحدات الأردني في 24 من الشهر الجاري. عالميا، وبالانتقال إلى دوري أبطال أوروبا، حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام مضيفه نابولي على ملعب دييغو مارادونا ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وسجل للريال فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وأليكس ميريت حارس نابولي بالخطأ في مرماه في الدقائق 27، 34، 78، بينما أحرز هدفي نابولي ليو أوستيغارد وبيوتر زونيليسكي في الدقيقتين 19، 54. وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في وصافة الترتيب. وفي إيطاليا، حقق إنتر ميلان فوزا بشق الأنفس على ضيفي بنفيكا بهدف مقابل لا شيء في لقاء الفرص المهدرة، والذي أقيم بملعب جوزيبي مياتزا بمنافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وأحرز ماركوس تورام مهاجم الإنتر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، لينتزع الفريق الإيطالي أول فوز له بالبطولة هذا الموسم، ليرفع بذلك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريال سوسيداد، فيما تذيل بنفيكا جدول الترتيب دون نقاط. وفي إنجلترا، عاد غلطة سراي التركي بانتصار ثمين من ميدان مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب أولد ترافولد ضمن دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وسجل ثلاثيات غلطة سراي ويلفيرد زاها في الدقيقة 23 وكريم أكتورك أوغلو في الدقيقة 71 ومورو أيكاردي في الدقيقة 81، بينما أحرز ثنائية اليونايتد راسموس هويلوند في الدقائق 17، 67. وبتلك النتيجة رفع غلطة سراي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما يتذيل اليونايتد الترتيب دون رصيد من النقاط. ونبقى في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح بايرن ميونخ في تحويل تأخره خارج أرضه أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف واحد في ثاني جولات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا. الفريق الدنماركي بادر بالتسجيل عبر لوكاس ليراجير في الدقيقة 55 قبل أن يسجل جمال موسيالا هدف التعادل في الدقيقة 67. ويدين البايرن بالفضل لبدلائه بعدما صنع توماس مولر هدف الفوز لزميله ماتياس تيل في الدقيقة 83 لينجو الضيوف بالعلامة الكاملة ومتربعين على عرش المجموعة الأولى ب6 نقاط. في المقابل توقف رصيد كوبنهاغن عند نقطة واحدة في المركز الثالث. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود لك ماهر. شكرا لك كوتش. شكرا لك. شهد القمر العملاق 4 والأخير لهذا العام من هونغ كونغ، حيث تألق باللون القرمزي بين المباني المضيئة. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر عند أقرب نقطة من الأرض التي يدور حولها، وخلال هذه الفترة يظهر بشكل أكبر وأكثر سطوعا مقارنة بأي وقت آخر، ويطلق عليه المزارعون اسم قمر الحصاد أو قمر الذرة، نظرا لتزامنه مع الاعتدال الخريفي في البداية الفلكية لهذا الموسم.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. بحضور وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني اجتماع لمجلس إدارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. دورة تدريبية لمدرسي اللغة الروسية بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد العالم المسيحي. وزارة التعليم والبحث العلمي تؤكد أن الرسوم الموازي تطبق على الطلاب المستجدين فقط. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.